الله رب نجاني من حادث محبة. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قسما بالله قبل شوية كنت في تقاطع ماشي، وقدام التقاطع الشوارع فاضية ما في أي سيارات، فجأة كده ألاقي رجال كده واقف قدامي كده فجأة، وأنا ما أدري سبحان الله كده من عند ربي كده فرملت، بس يعني فرملة تقدر تقول، ما أدري كيف أنا فرملت يعني، بس إنه ما شاء الله تبارك الله السيارة ساعدتني. والله ربنا نجاني من حادث محبة. خلاص بيني وبين سيارته كده ممكن كم سنتي، مو كم متر، كم سنتي، بس الحمد لله ربنا حمانا، وفي الأول والأخير ربي حماني والحمد لله لكل حال. إيش هذا يا ولد؟ والله شكل المتابعين في السناب ما قالوا ما شاء الله. يا أخي شيء يعجبكم قولوا ما شاء الله يا أخي. أوكي أنت نفسك في السيارة هذه، أنا كمان نفسي أشتري السيارة هذه، لكن الحمد لله دائما نقول الحمد لله، العين بصيرة واليد قصيرة، وبعدين نعمة الصحة والعافية أهم من كل شيء. أنت تنعم بصحة وعافية قول الحمد لله. إذا أنت من النوع اللي طالع في ما يمتلك الناس ما عمرك هتشكر ربك، فدائما عود نفسك على كلمة الحمد لله وكن قنوع. الحمد لله أنا بإمكاني دحين أدق، والله دحين سونات 20 لازم أخذها بإمكاني، لكن لا أنا مقتنع باللي عندي، عندي سيارة وتخدمني وكل شيء، ما اشتكي منها شيء الحمد لله، أموري تمام، فمد رجولك على قد لحافك. هلا والله، يا مساء الخير لليوم الثاني. ايش اللي صار معايا اليوم؟ خرجت من البيت، طبعا قبل ما اخرج من البيت شغلت السيارة عن بعد، جيت بعد 10 دقائق تقريبا جيت لقيت السيارة ما شاء الله باردة وامورها تمام. بس ايش اللي اكتشفت؟ اكتشفت انه السيارة تشغل لك دفع الهواء على حسب درجة الحرارة الخارجية، يعني مثلا السيارة اذا انها حارة من الداخل فتبدأ تشغل لك الدفع على آخر شيء، فصراحة عجبتني الحركة هذه. وحد الآن مستمتع بالسيارة. إذا تبي تسألوني يا أبو نهال هل في فرق يعني كقيادة حكم أنك تمتلك سوناتا عن الموديل السابق؟ نعم في فرق جذري، لأن السيارة تغيرت بالكامل، يعني تتكلم عن جيل جديد فكل شيء مختلف، لكن صراحة السيارة رائقة، يعني ودك تتمشى فيها، ما ودك تقعد تدعس وكذا، لا سيارة روقان. الآن أنا ما شغلت الكاميرات ولا شغلت الرؤية 360 درجة تمام، بس مجرد ما جات سيارة جنبها شغلت الكاميرات كنوع من الأمان. طبعا السيارة دفع أمامي بست سرعات. بس الآن تتسألون يا أبو نهال هنا عبارة عن أزرار، طيب فين الجير العادي؟ الجير العادي هنا عندنا الشفترز، بس كيف طريقة عمل الشفترز؟ حلو، فالطريقة كالتالي، وانت ماشي اضغط على الشفترز خلاص كده السيارة تحولت للجير العادي. حلو، بعدين تمشي تزود تنقص من هنا. طيب تبي ترجع للوضع الاوتوماتيكي طنش خلاص لا تسوي شيء، امشي شوفوا ركزوا معايا، شوفوا اتحولت للوضع الاوتوماتيكي. طيب الشغلة الثانية، الآن لا سمح الله جاك طفل ضغط لك زر الريوس، ها شوفوا لم يتم تلبية شروط تبديل السرعات، تضغط على البي برضو، تضغط على الان السيارة راح تستجيب، شوفوا ما تمشي، ترجع على الدي وتمشي. اوكي اظن الاشياء هذه ما حد جرب لكم، لاني حبيت افصل لكم السيارة تفصيل لان انتوا تبغوا مني هالشيء، فان شاء الله اني انا ما قصرت معاكم. كنعومة السيارة ما شاء الله صارت انعم من السابق. طيب بوريكم حركة الان، ركزوا معايا. اوكي لا انا مشغل الفيو ولا شيء تمام، مجرد ما اقرب من جسم شوفوا الكاميرات الاربعة كلها اشتغلت، عشان ايش؟ تساعدني في الركن. طبعا في حركة جميلة جدا الان، شوفوا مجرد ما احط على الريوس المرايات هنا
تمام. شوفوا مجرد ما احط كذا المراية جهة السائق والراكب كلها تنثني على تحت. طيب ابغى بس جهة الراكب ما ابغى جهة السائق، احط اخر شيء هنا. اول شيء اسوي زي كذا وبعدين احط كذا، يصير بس جهة الراكب وجهة السائق على الوضع الطبيعي. اذا ما ابغى احط في المنتصف، حتى لو رجعت ريوس ما عندك مشكلة. في المواقف لما تكون عندك رؤية 360 درجة في متعة وسهولة غير طبيعية. كيف يا بني هال؟ الآن بتشوفوا كيف نقدر نوقف السيارة بكل سهولة وبالملي على الخطوط. شوفوا حلوين. الكاميرا الأمامية أقدر أشوف منها الرصيف، حد الرصيف، حلوين. شايف الإشعارات في كل مكان، السيارة حساسة بشكل عجيب، تكنولوجيا تحبك. طيب الوقوف الصحيح قلنا نحط على الان، بعدين نسحب الجلنط، حلوين، بعدين نشيل رجلنا من الفرامل، السيارة ارتاحت، حط على البي كذا، انت في السليم. طيب تقبل الله. الان الطريقة انه احنا بنحرك السيارة، كيف الطريقة يا ابو نهال؟ الجير على البي صح؟ اوكي تمام، وين المشكلة؟ احط على الريوس وانا ماسك ايش؟ الفرامل، حلو؟ وافصل البريك. طيب الان في شغلة، اذا انت ما انت رابط الحزام، طبعا انا رابط الحزام لكن بفك الحزام، حلو؟ وبدعس بنزين، ايش بيقول لك؟ لا يمكن فصل تلقائيا، ثبت حزام الامان واغلق الباب والغطاء والصندوق. خلاص كل شيء الا ايش؟ نربط حزام الامان. طيب ربطنا حزام الامان، اوكي خلاص، فصل البريك الالكتروني بشكل تلقائي. فاذا انت تبغى البريك الالكتروني يفصل من حاله، سوي لازم تكون رابط حزام الامان. في سؤال تمام جاني قبل شويه في الخاص، قال لي يا ابو نهال لو نمشي فجأة كده فتحنا الباب، هل الجير راح يعشق على البي؟ انا يعني مثلا يبارك فيك حياك. لا انا ابو نهال، يا رب لك الحمد يا اخي، وجود اصدقاء ابو نهال نعمه دائما اقول لكم. المهم خلينا نكمل. طيب اوكي فتحت الباب عادي السيارة تمشي، مسألة ان الجير راح يتحول للبي يعني هذا ما في امان، لان كذا انت ممكن حتسوي حادث لا سمح الله. الان بوريكم شغلة هنا، اختيار المحتوى. طيب كيف يعني اختيار المحتوى؟ هنا شايفين تضغط كذا ضاغط، اوه لازم وانت حاط على البي. طيب ما علينا، انا ضايف اوريدي كل شيء، فهذه الاشياء اللي تطلع لك هنا المعلومات، ضغط الاطارات، وتقدر توزع مثلا تحط بعض المعلومات هنا. شوفوا كيف هنا دواسة البنزين، الضغط، قديش انت قاعد تستهلك وقود من دعستك، تبين المعلومات هنا. غير كذا اللهم صل وسلم، نجي للشاشة الوسطية. هنا الشاشة الوسطية، البوصلة، توفير الوقود، فأنت تقدر توزع. مثلا تبغى هنا بعض الشغلات تبغى هنا، لأن اللي هنا نفس اللي هنا، فأنت تقدر توزع تحط بعض الشغلات هنا بعض الشغلات هنا. وبالنسبة المنطقة هذه صراحة ما عرفت هل ممكن نغير غير السرعة، لما تختاروا كذا توفير الوقود هنا البنزين المتبقي وأول مسافة اللي تقدر تمشي فيها بالبنزين. طيب مجرد ما أغير من هنا، هنا اختفت المعلومات الخاصة بالمسافة والبنزين، بس إيش جات هنا المعلومة. في شغلة صراحة مرة لفتت انتباهي الآن، التبريد
تبريد المقاعد ما شاء الله تبارك الله. الآن أنا في عز النهار حلو، حاط على درجة واحدة فقط، هي ثلاث درجات تمام دفع الهواء، حاط درجة واحدة ما شاء الله تبارك الله، دفع الهواء صار أقوى من السابق ما شاء الله، حاط على واحد حاس إنه فيه هواء جالس يندفع للجسم، فأهنيه وهواء بارد ما شاء الله تبارك الله. وكتكييف الآن درجة الحرارة 44، دفع الهواء حاط على درجة واحدة فقط وعلى درجة 18. وإذا بتسألوني يا أبو نهال كيف قيادتها؟ والله قيادتها ممتعة، فخمة، مريحة، تقنية، كل جزء من السيارة في قصة، في حكاية ما شاء الله تبارك الله، لمس كلمسات الدركسون ما شاء الله فيها لمسات حلوة، لمسات فخمة صدق. لما قالوا تكنولوجيا تحبك اختاروا العنوان الصح، من جد السيارة التقنيات اللي فيها تبهرك، تبهرك ايش بفئتها. لو لاحظت الصوت قبل شوية، مجرد السيارة تحس انك انت جالس تقرب من اي سيارة وما انت منتبه لها تحذرك السيارة، ترى انت ممكن حتجيه بالعيد. نظام مانع التصادم الامامي يجيك تحذير هنا. صراحة استمتعت بكل ثانية بهذه السيارة، متعة ما بعدها. وليش لا، الحب يا حبيبي، وتلوموني ليش احبها.